عودناكم على شوبينج هينو سريعة ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بسلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديدة المختلفة والمميزة العملية لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكن، اتصلوا على بسلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء، مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة وأكيد مكفولة لمدة سنة. فيكن تحصلوا عليها ب 58,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. بوشن لوك مثل ما اسمها بدل، ما قلنا إلا نحطها على الحيط ونكبسها، وهي تعليقة كتير قوية بتحمل لحدود 5 كيلو، بتتركب على الحيط، على البلاط، على الخشب، على الإزاز وحتى على الإزاز المبرغل. ما بقى في زوم نفخط الحيطان، بتغنينا عن المقدح وتركيبها كتير سهل، ما قلنا إلا ننظف الحيط ونحطها ونكبسها، بنسمع طقة صغيرة وبتصير جاهزة. فينا نعلق فيها تياب، شنط، سلم البيت، وبدل ما نفخط الحيط تنعلق بوزريعة فينا نستعمل بوشن لوك. فينا ننقلها بالبيت من غرفة لغرفة بلا ما ننزع على الأساس، كتير متينة ومكفولة مدى الحياة. فيكن تحصلوا على سات من 8 تعليق بسعر 46,000 ليرة بس، وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تصلوا بس سلرة على 01 44 55 55. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكن للناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة لا يقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شدد عضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرب التخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببسلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تراستي كين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60,000، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستي كين ب 60,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري.
إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي لينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة، بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 68,000 وللدوبل فيتراج ب 150,000، والأهم إنه مكفورة لخمس سنين. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعت الهنفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود. بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكم تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلطة بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.